يقول أريد حفظ القرآن الكريم لكنني لم أستطع نظرا لمشاغل الحياة، فما هو توجيهكم؟ الحفظ القرآن ليس بواجب لكنه مستحب، إذا تيسر لك الحفظ الحمد لله وإلا فلا حرج عليك. ولا شك أن الحفظ من نعم الله العظيمة، إذا تيسر المؤمن حفظ القرآن أو المؤمنة فعلى من نعم الله العظيمة. والمقصود من ذلك التدبر، أن تكثر من قراءته، فإن تيسر لك الحفظ فهذه نعمة كبيرة، وإلا فعليك القرآن المصحف مع التدبر والتعقل. يعني المقصود من إنزاله العمل به، وقراءته بالتدبر والتعقل من أسباب فهمه ومن أسباب العمل به. المشروع للجميع من الرجال والنساء العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والتفقه فيه، والعمل بما دل عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، والاعتبار بما قص الله علينا من أخبار الماضين حتى نحذر أعمالهم الخبيثة، وحتى نعمل ما يكون سببا لمرضات ربنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والتفهم ومراجعة كتب التفسير للفائدة وسؤال أهل العلم عما يشكل، والعمل المقصود العمل، أن تعمل بطاعة ربك وأن تؤدي فرائضه وأن تحذر المحارم، عن بصيرة وعن علم وعن رب فيما عند الله وحذر من عقاب سبحانه وتعالى. ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما صحابي الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذه من نعم الله العظيمة، أن يحصل لك الخير العظيم بقراءة كتاب الله من العلم والعمل، وهذه الحسنات العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا.